حلقة جديدة من بالهنا وصباحكم فل ومعاه مليون عود ياسمين. النهاردة عامل لكم غدوية لطيفة كده وخفيفة ومختلفة برضو، إن شاء الله تعجبكم. أول حاجة هبتدي بيها النهاردة هعمل رز بالفستق، هيعجبكم جدا، مش بالمكسرات هو بس بالفستق، رز أبيض بالفستق. المكونات عندي رز وعندي فستق، عندي ورق لوري أهو وحبهان وقرنفل، عندي مكعبين المرق إياها اللي هي انتوا عارفينها، عندنا عسل، عندنا بصل وبس وخلاص وملح، هو ده كل الحكايه. شفتوا سهله ازاي؟ اول حاجه هنعملها ناخد البصل بتاعنا، ناخد زيت عادي مش زيت ذره، يعني زيت ذره مش زيت زيتون، نحط شويه كده وننزل على طول بالبصل ومعاه كل السبايسز اللي هو الحبهان والقرنفل وورق اللوري والمستكة كما هم هكذا لغاية لما الزيوت بتاعتهم هم كمان يطلعوا ونلاقي ريحة حلوة قوي قوي كده، والبصلاية تصفر شوية تدبل كده. الحلقة بتاعتنا النهاردة غدوة خفيفة ولطيفة وزي ما قلت لكم مختلفة، هنعمل معاها انفولتيني أو رولز كده من اللحمة، لطيفة جدا وخفيفة، وكنا عملنا برضو حاجة شكلها بس بنلعب بقى حوالين الحاجات اللي احنا عملناها بشكل تاني ومختلف. ريحة المستكة خلاص شامة حبهان وشامة كمان اللوري. دلوقتي هنوصل لهذه المرحلة، أهم حاجة طبعا الرز نكون ناقعينه شوية ومصفينه كويس. أهم حاجة دايما في الرز يا جماعة لما نيجي نطبخه دايما أقول لكم إن هو يبقى متصفي، وأنا هعمل النهاردة رز بسمتي. إيه أهو، ونبتدي بقى إيه نقلب كل هذه الأشياء مع بعضيها. ريحة الرز اوريدي حلو قوي، يعني مش لازم فستق في الموضوع، ممكن ناكل الرز كده مش لازم الفستق. ما تقوليش بتعملي حاجات غالية، ممكن نعمل رز كده ويجنن بيكون. برضو زي كل مرة بعمل الرز بفضل اقول لكم بفضل اقلب الرز لغاية لما اتأكد ان كل رزاية خدت حقها من الزيت وتبيض كده الرزاية، بنفهم بقى ساعتها. وبعدين في صوت كده بيحصل للرز واحنا بنقلبه، يعني بصوا لغايه دلوقتي مفيش صوت، بعد كده بتحسوا بصوت شخلله كرين كرين، بتحسوا ان الرزاية نفسها تقوم رنه كده في الحل. دلوقتي مفيش حاسين احساس الرن ده. طبعا احنا عارفين ان الرز البسماتي بالذات كل الرز، يعني الواحد يعمل كوبايه رز تكبر قد كده، يعمل شويه رز يكتر، رز من الحاجات اللي بتنفش كتير. خلاص زي ما قلت لكم الرز بيبيض، وادينا وصلنا للمطلوب. دلوقتي نجيب شويه ميه سخنه بقى زي ما بنعمل الرز بتاعنا العادي جدا، نحط طبعا الرز البسمتي زي ما احنا عارفين بياخد ميه اكتر من الرز الطبيعي، يعني لو بنقول كوبايه لكوبايه نقول كوبايه ونص، وبعض الرز كمان بياخد كوبايتين لكوبايه بس كده. يا سلام. وفي هذه المرحله نقوم نازلين على طول بالايه
بالمكعبات اللي انا ماليش فيها قوي والله، بس يعني ايه بتسهل الحياه على الناس، بس هي لازم الواحد يقول ليه واللي عليه، ما هيش حاجه صحيه قوي زي ما اتفقنا، هي معظمها ملح ومكسبات طعم. يعني ايه مكسبات طعم؟ يعني كلها حاجات كيميكلز، يعني ما هيش حاجات طبيعيه. يعني ايه مكسب طعم؟ يعني ايه فرخه انا مش شايفه ولا فراخ ولا عظم ولا اي حاجه زي البتاع ده كله انتوا بتاخدوه ليه؟ وما هياش كمان الشوربه اللي احنا بنعرفها وبنحطها في كيوبز، ما احنا الشوربه برضو عارفينها، ازاي بقى بيعملوها كده؟ انا مش فاهمه. يعني انا فاهمه بس ايه ماشي هنمشي الحال. المهم هنحط دلوقتي المكعبات دي ونتاكد كويس جدا ان احنا ايه دوبناها. اوكي، اول ما يبتدي الرز يتشرب ناخد دول كده بعيد. هزود شويه ميه كمان. ايه اللي هيحصل هنا؟ انا عندي هنا الفستق، نص الفستق ده هحطه اول ما الميه تتشرب بتاعه الرز، هحطه مع الرز واسيبه يستوي معاه، والنص التاني هحمصه بشويه زيت. شويه زيت اول ما هيتشرب الرز او يوصل للمرحله دي، لسه شويه كمان مش المرحله دي قوي، هاخد نص الرز كده واقوم الفستق وحطاه وبس، وهخليه يستوي كده مع الرز. ابو ريحه حلوه قوي بكل البهارات اللي احنا حاطينها له. وبكده بقى نوطي خالص النار عليه، ونرجع هنا بقى للفستق التاني. اول ما تسخن بس اول ما يسخن الزيت هننزله معاه يتحمص، ونحط عليه شويه العسل، وده زي ما قلت لكم هيبقى رز بالفستق بدل المكسرات، حاجه مختلفه ولطيفه جدا جدا جدا. مفيش فستق نعمله باي نوع مكسرات تاني عندنا. اوكي، لسه شويه كمان. زي ما قلت لكم الأكلة التانية عندنا هتبقى السكالوب اللي احنا هنلفه، هنعمله بالريحان وهنعمله بأي لحمة عندنا باردة ماشي، وعندنا كريمة وبصلة وشوية جوزة الطيب. بس هي الحكاية كده كلها، ايه الحكاية بقى؟ ازاي تبتدي وتتعمل فيها ازاي؟ أول حاجة هنعملها نحط شوية ملح وفلفل على الاسكالوب بتاعنا. وليه بقول لكم فيه؟ يعني ممكن نعمل الحكايه دي برضو بالفراخ وهتبقى لطيفه جدا جدا، عشان ما بياخدش سوى كتير، الكندوز بياخد شويه سوى اكتر. الفلفل الاسود تاني هسيبه كده على جنب، وخلي ده كده انا برضو على جنب، عشان عايزه اقطع عايزه اقطع البصلايه بتاعتي. الزيت اخباره ايه؟ اه تعالوا نحط الزيت هنا كمان، الفستق، الزيت، وهي السكينه، استعمل السكينه الصغيره وعلى طول نشتغل. خلاص هذا ما نبغي، اتظبطت. حطه هنا كده. هروح دلوقتي بقى ابص على الفستق بتاعي. ايه الاخبار يا استاذ فستق؟ هايل. مش عايزه يتحرق. لازم تلاقوا الزيت بيبقى سخن قوي علشان تعرفوا ان هو اتحمص، فاحنا لسه بعيد عن هذه المنطقه.
ولو لقيتوا نفسكم حاطين شويه زيت كتير، لان برضو الفستق بينزل زيته في الاخر، فانا مش عايزه كل الزيت ده لان ده في الاخر كله هينزل مع الرز، فانا مش عايزه زيت كتير كده. ننزله كده كويس قوي، وناخد الكام فستقيه دول يرجعوا هنا تاني مع اخواتهم، وايه حمص حمص حمص. يوصل لهذه المرحلة نبتدي ننزل ايه بالعسل. وبعدين هو هيعمل له كوتينج بقى، يعني كل فستقية هيبقى عليها حواليها زي كراميل وخلاص. فخلوني الى ان احنا نخلص من هذه المرحلة، اللي انا هعمله لما هطلع الفاصل انا هحطه في القالب، هحط الفستق ده من تحت علشان الرز لما يستوي احط الرز من فوق، فلما نقلبه الرز الفستق المسكر ده يبقى من فوق. اوكي سهله الحكايه، ونرجع بقى باللحمه البتلو بتاعتنا. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا مره تانية. كنا سيبنا احنا عند اللحمه البتلو اللي احنا قلنا هنعملها زي رولز كده مع اللحمه المدخنه والريحان، فانا عملت شويه وهوريكم ازاي. الطريقه سهله وسريعه وما فيهاش اي مشاكل. هنا النار نبتدي بقى نشتغل. ايه اللي احنا بقى محتاجينه هنا؟ انا بعمل الحكايه دي عشان ما اوسخش، ما احطش اللحمه على البتاع، ودي طريقه برضو ان الواحد ما يوسخش ويقعد يغسل الخشب كتير او اللي احنا عندنا بتاع دي الواحد بيشيلها وخلاص. دي برضو مش كويسه للبيئه برضو، بس ايه هو اسهل لي كست بيت ان انا ايه ما اغسلش واظبط ابهدل الدنيا كتير. احط شويه ملح تاني هنا رفيعين، شويه صغيرين جدا. اخد عندنا هنا النعناع البلدي الريحان البلدي الجميل ده، ناخده كده ونحط. كده اهو. وبعدين ناخد حته من ال، بس دايما اهم حاجه انه ما يبقاش طالع منه، فايه طب كده نكملها كده ونبتدي نبرمها. شفتوا السلاسه ما فيهاش اي مشكله. عايزين تعملوا توث بيكس فيها هي، مش عايزين برضو على حسب كل واحد وذوقه، ساعات اللحمه بتمسك وساعات ما بتمسكش، احسن لو حطينا لها توث بيكس. معلش يا جماعه عايزين والنبي خله يا جماعه. اوكي يجيبوا لي دلوقتي حالين الخله تاني، فلفل اسود. انا بعملها من جهه واحده بس لان بعد كده عندنا الصوص هيبقى فيه الملح وفيه كل حاجه. دايما الحاجات اللي بتبقى مختلفة الناس بيحبوا قوي، لما ناس تبقى معزومة عند ناس من ألطف الحاجات ان الواحد ياكل حاجات مختلفة، مش الأكل اللي احنا دايما متعودين عليه. نعمل واحدة كمان، شوية ملح وشوية فلفل هنا ورا، وتاني الريحان. نعملها كده نصين، خلينا نعملها من الصغيرة عشان الصغيرة ممكن تفك، الكبيرة هتفضل ماسكاها حالا. واخر واحدة طبعا لازم تتضرب جامد 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 يا جماعة عشان طعمها يطلع ايه مظبوط، وما تاخدش وقت في السوى ويبقى كله على نفس المستوى عشان مش في حتة تستوي حتة ما تستويش. اوكي وتاني
ريحان. لو عندكم باستو، عارفين الباستو اللي احنا عملناه كذا مره قبل كده اللي بالسنيبر والجبنه ده، ممكن برضو نحطه، هيبقى حلو قوي معاها بدل ريحان كده. لو ما عندناش بالريحان كده بتبقى جميله جدا جدا جدا. وناخد واحده من دي، واحده سلامي، واحده ايه، خلاص ده نحطه هنا. ايه بقى اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي؟ هوريكم حالا. نجيب شويه زيت زيتون نحطه كده اهو، نحط شويه حلوين. اللي هنعمله زي ما قلت لكم، عندي بصل وكريمه وجوز الطيب، ده اللي فاضل لي في الاكله. ايه بقى هتتعمل كده ازاي؟ هقول لكم. انا هحط برضو ايه التوث بيكس عشان ايه، لكي يطمئن قلبي ان الحاجات ما تجريش، وبعدين نبقى نشيلها بعد ما نخلصها. يا سلام. ونبتدي بقى ايه نشوح بقى. هحط قدامكم شويه مقفولين وشويه مش مقفولين. ساعات كمان بنحط معاها جبنه، لو عايزين تحطوا موتزاريلا او اي نوع جبنه تاني برضو يبقى لطيف. اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بس بشوح اللحمه، وبعدين عايزاها تاخد اللون الحلو ده. دي لسه ما قفلتش. شفتوا قلت لكم بعض الاوقات لازم تستوي خالص او تاخد اللون عشان ما تفتح. فايه اللي عملناه؟ اللحمه حطينا عليها بس الملح والفلفل وشويه الريحان، وحطينا فوقيهم ايه اللحمه اللي احنا استعملناها المدخنه. هجيب طبق تاني. ما نحط لها، انا بقول احط لها بقى عشان ايه، بس هي برضو ماسكه، مش بصوا يعني ما فتحتش خالص، لا الدنيا ماسكه هي برضو في بعضها، بس ايه هو هيبقى احسن لو كل حاجه ماسكه في نفسها مظبوط. انا دي هحط لها خله دلوقتي. اصل مع السمك لما بعملها بتمسك بصراحه يعني، ومع الفراخ وزي ما قلت لكم دي احنا ممكن نستعملها بدل اللحمه البتلو، نستعمل فيليه بتاع الفراخ. انا هطلعها وهي في الحاله دي، هرجعها تاني هنا الطبق ثواني. وهنزل على طول بالبصله، عايزه البصله بس تدبل في تحميره اللحمه. اللون بقى والريحه بتاعت اللحمه، العصير بتاعها كله تشربوا البصلايه. نهدي النار هنا عشان انا مش عايزه البصله تتحرق. حلو قوي الكلام. نقوم نازلين على طول بالكريمه. ونستنى كده شويه.
هقوم حاطة على طول شوية جوزة الطيب. ولازم نعمل بقى الصوص ده، هيبقى الصوص بتاع اللحمة بتاعتنا. فدلوقتي نحط الملح والفلفل زي ما اتفقنا. هنحطينا الملح من جوه اللحمة، ده بقى اللي هيدينا الصوص بره اللحمة. تلات اربع كده معلقة وشوية فلفل اسود. ونرجع هنا تاني نقلب الحاجة، نوطي النار، احنا اوريدي موطين النار قوي. ونرجع اللحمة تاني هنا تستوي في الصوص الحلو ده. وطبعا العصير اللي فاضل لنا من اللحمة. وتاخد تقريبا 10 دقايق من المرحلة دي، نستناها 10 دقايق وتستوي. فاللي هعمله دلوقتي ان انا هطلع فاصل، نجيب بقية الاكل اللي هنعمله لكم النهاردة في الحلقة اللطيفة دي. وبس اشوفكم بقى بعد الفاصل. السلطه دايما في اي عزومه بتبقى هي اللي واخده دلوقتي العين، لان بقى في انواع سلطات كتير جدا واشكال والوان منها. فانا النهارده كان عندي بقى بواقي فراخ بانيه من اول امبارح، بس ضيوفي ما يعرفوش، فقلت خلاص انا هعمل لهم سلطه شكلها حلو قوي بالفراخ المحمره اللي عندي، البانيه اللي عندي اللي انا ما استعملتهاش. فجبنا كابوتشايا مع الفراخ طبعا، البانيه اللي عندنا جبنا جوده صفراء زي ما انتم شايفين البرتقاني دي او مبشوره، فلفل حراق، الخيار الصغير المخلل ده اللي انتوا عارفينه، عندنا توم، عندنا كزبرة، عندنا الرانش دريسنج اللي انا هقول لكم هو بيتعمل ازاي دلوقتي وانا بشتغل. انا جبته جاهز يعني بصراحة. ونبتدي الشغل. اول حاجة نجيب الخصاية. دايما اقول لكم انا ما بحبش اقطع الخصاية، بس دي الناس جايين كمان شوية وهياكلوا على طول، فمش هتلحق تاخد اللون اللي احنا ايه مش عايزينه ده. طبعا كده بس. دلوقتي بقى فعلا معظم الكلام دلوقتي بعد العزايم لما الواحد يبقى معزوم، شفتي السلطه كانت حلوه ازاي؟ لا لا لا، طب كانت عاملاها ازاي دي؟ ما تتكسفوش لو انتوا في اي حته انكم تسالوا الحاجه معموله ازاي، حتى لو في ريستوران مش عيب خالص، حقكم. اوكي كده عملنا كفايه نص، مش هعمل الاثنين. وبعدين نقوم نازلين على طول، هحط شوية فلفل، كزبرة. أما بقى يا جماعة عن الرانش اللي أنا بنتكلم عليه، الصوص ده بنلاقيه في السوبر ماركت على طول، وإحنا عملناه قبل كده على فكرة في بالهنا وفي غير بالهنا في سفرة يعني. الحكاية كلها عبارة عن لبن رايب، ملح وفلفل وزيت، وهنحط بصل وتوم، ممكن نحط الباودر ده وبقدونس وشبت، وكله في الآخر يتضرب ومعاه معلقه مستردة ديجون، كله في الكبه الصغيره ليها الصغيره دي. اوكي، وهو ده الصوص بتاعنا. هو هيبقى كده لوحده؟ لا، هقول لكم ازاي هيتعمل. المهم اللي احنا حطيناه دلوقتي، حطينا الايه يا اولاد، حطينا الكابوتشا، وحطينا الفلفل الحراق، وحطينا الكزبره اللي احنا مقطعينها صغير قوي. وهحط دلوقتي جبنه، مش كلها لان انا عايزه احط جبنه وهي لسه فوق في الاخر خالص، بس ده عايزه كلهم ايه يدخلوا كده في بعض. وهعمل ده بايديا. دايما انا بحب اعمل السلطه بالايدين، لان انا بحس ان انا الايدين بتبقى حنينه على الحاجه، ما بتكسرهاش وما بتبهدلهاش كده، حتى لو فيها زيت. بس لو فيها بقى زي الرانش وكده مش هنحط ايدينا فيها طبعا. المهم ايه اللي فاضل لنا لسه؟ فاضل لنا لسه شويه خيار، مش هحط كله لان انا عايزه احط برضو على الوش الخيار المخلل. وهبتدي هنا اعمل الصوص بتاعي او الدريسنج بتاعي. هاخد الرانش ده كله دريسنج، وهحط عليه شوية ثوم مش كتير، فلفل اسود تاني، شوية زيت زيتون. حلوين بقى، انا عايز اخفف الدنيا. ونقلب قلب قلب. هو ده الدريسنج بتاع السلطة بتاعتنا الخايلة دي. حطينا لهاش ملح، ها مفيش ملح في الحكايه دي.
والفرخه اللي عندنا احنا شايلينها بقى، مش شايلينها يعني، فضلت عندنا زي ما قلت لكم، هنعملها كده. طبعا هي بتبقى لطيفه ان احنا نقلبها ساندويتش او نعملها حاجه، بس سلطه برضو حاجه لذيذه وخفيفه. بس كده. والحكايه بقى دلوقتي هتبتدي على طول. هجيب طبق كده، ناخد شويه بقى من السلطه الهايله اللي احنا عاملينها. انا هقدمها على طول بورشن واحده لواحد بس. كل دي بورشن لوحدها، ده هي دي غدوه لوحدها بصراحه كده. ايديا فرطه شويه يا جماعه معلش. لا ده نحطه هنا. دايما نجيب الحاجات الصغيره كده على جنب، احسن حاجه ان في السلطات بالذات، لان ده مش صوص، احنا هنحط الصوص بطريقه ثانيه. وهحط شويه خيار كده من على الوش زي ما قلت لكم، جبنة أكتر بكتير بقى عشان نكتر القيمة الغذائية فيها. يعني ده لوحده غدا أو عشاء، مش محتاجين تاكل معاه أي حاجة. والصوص كده يجي من على الوش. لو عايزين تخلوا البتاع ابار الصوص يبقى احلى كمان، كل واحد يحط الكميه اللي هو عايزها. وخلاص وخلصت، وكده السلطه بتاعتنا خلصت. نشوف بقى الفراخ. شايفين وريحتها تجنن، عندنا ريحه الجثة تسيب باينه. لو قلت لكم اروي دلوقتي انا قلت لكم لحمه، بس هي فراخ. اللحمه الفراخ هي اللي في بقي باكلها دلوقتي. فاللحمه تقريبا عندنا خلصت، السلطه خلصت، الرز اهو ما وريتلكوش المره اللي فاتت، بس هو ده الرز. فاستنوني ونرجع بعد الفاصل هنعمل حاجه حلوه، نكون روقنا الدنيا هنا وظبطنا اللحمه، حطيناها لكم في طبق حلو وبس. خلاص اشوفكم بعد الفاصل بقى. اهلا بيكم معايا مره تانية. ودلوقتي بقى في العزومه بتاعتنا فاضل لنا الحاجه الحلوه اللي هنعملها. احنا اوريدي خلاص عملنا الرز وعملنا السلطه وعملنا اللحمه بتاعتنا الملفوفه دي، ودلوقتي هنعمل حاجه حلوه. هنعمل حاجه لطيفه كده تتشرب مع الشاي بعد ما نخلص. هنعمل مافنز حلو قوي بجوز الهند واللوز. المقادير بتاعتنا هتلاقوها مكتوبه قدامكم على الشاشه، مش هقول لكم الارقام بالظبط، بس انا عارفه ان احنا عندنا زي بتاع 6 بيضات بيض، عندنا زبده، عندنا سكر بودره، عندنا دقيق وبشر ليمون وعصير ليمون ولبن جوز هند ولبن وجوز هند مبشور ولوز نصين كده او اي لوز عندنا، اوكي؟ وقلنا عصير ليمون. نبتدي ازاي بقى؟ اول حاجه نعملها نجيب بيض بتاع البيت نحطه في العجانه وهنبتدي نشتغل. اول ما هلاقيه يبتدي يخف شويه عشان مش هعرف اتكلم هقوم نازله ايه بالزبده. ليه انا بعمل كده؟ لان انا حطيت الزبده من دلوقتي البيض عمره في حياته ما هيعلى لي، اوكي؟ الزبده انا عاملاها على درجه حراره الغرفه، يعني طريه، ما هيش مسيحاها على النار ولا حاجه. انا بسيب الحاجه قبل ما اشتغل، حتى البيض قبل ما نشتغل قبليها بتاع 24 ساعه البيض بالذات عشان مش عايزه فيه اي سقوعيه. بالنسبه للزبده نسيبها نطلعها من الثلاجه قبليها بساعه مثلا. اول ما يبتدي يدينا الابيض ده اللي هو بدا خلاص يعمل كده يلا نقوم حاطين الزبده على طول.
وبعدين انزل شويه شويه بالسكر. كمان بنعمل مرقه. وبعدين نقوم نازلين على طول بالدقيق عشان يلم لنا بقى الحاجات دي كلها مع بعض. ومن الدقيق نقوم جايبين، انا عايزه بس انزل الجوانب لحظه واحده. نجيب الجناب بس كده كلها. عشان نبقى ضامنين ان الحاجات كلها اشتغلت. دخلت في بعض. نكمل السكر اللي ما اتضربش. احنا عندنا كذا حاجة في العجان. انا كنت عايزة ده عشان بس اضرب بيه البيض واحط الحاجات كلها مع بعض. دلوقتي انا هغير العجانة بتاعتي وهحط الكف. اوكي نعمل ده كده ونحط الكف بقى. ها هو ده. وننزل ونشتغل. هنزل دلوقتي بالليمون الأول وبشر الليمون وكريمة جوز الهند. العجينة عندي ما هياش تخينة قوي زي بتاعة الكيك العادي، لا هتلاقوها هشة جدا زي ما انتوا شايفين. ما حطيناش اي بيكنج باودر وحاجة، احنا هنعتمد على البيض هو اللي هيدينا النفخة دي، عشان كده ضربناه جامد كتير الاول. وهحط شوية جوز الهند. خلاص وخلصت الحكاية. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ من اكتر الحاجات اللي بتضايق البني ادم دايما لما يجي يعمل كب كيكس، لما نيجي نحط الكب كيك وتوسخ من فوق والواحد يعمل ايه ونقعد ننضف بعديها. هوريكم طريقة برضو لطيفة. فلغاية دلوقتي الحكاية سهلة. هنجيب اي يعني اي اي واحد من دول عندنا في البيت. معلش يا جماعه الواحد ده خلاص كده. هحطه هنا كده. دي الباتر بتاعتي. ريحه الجوز الهند مع الليمون رائعه، ولما تطلع بقى تدخل الفرن ريحتها هتبقى احلى واحلى كمان. ونيجي هنا نقوم على طول نجيب بس معلقه ونحط تلات ارباع، لانها هتعلى ما تزودوش عن كده. تلات ارباع عشان هتعلى مش هنزود عن كده. زي ما اتفقنا البيض هو اللي هيعمل لنا الشغل بتاع رفع الكيك. احنا ما حطيناش اي ولا محسنات كيك ولا اي حاجه من الحاجات دي، صح؟ وخلاص الباقي بقى نعمله بعدين. ننضفها دايما. الفرن عندنا يبقى على 180، هتدخل لمده 20 دقيقه مش اكتر. لما هنعمل كده نحط بقى شويه لوز كده، زراف ولطاف على الوش. ده طلعت شويه صغيرين، طلعوا كمان.
وخلاص، ويدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على 180. هنا اهو، هيبقى أحسن لو إحنا حطينا تحتيها شيت أو صينية تانية الواحد يشيلها منها بسلاسة أكتر بكتير. هتطلع لنا شبهها عامل إزاي؟ هتطلع لنا عاملة كده أهو. وده الحلو بتاعنا بتاع النهاردة، اللي هو عبارة عن المافنز اللي بجوز الهند والليمون. إن شاء الله تكون عجبتكم الأكلة بتاعت النهاردة، اللي هي كانت عبارة عن غدوية لطيفة كده خفيفة مختلفة شوية. الرز ما خدش مننا وقت، أبو فستق ده وأبو عسل في الآخر وكراميل لطيف جدا هيعجبكم. السلطة عالمية جربوها، واللحمة في منتهى الرقة، لحمة رقيقة. وأما المافنز فأولادكم هتحبوها قوي إن شاء الله. اتبسطت معاكم، أشوفكم إن شاء الله في حلقة تانية من بالهنا. Thank you.